نسمع انه في مشاكل ازواج ومش عارف شو، فاحنا مرينا بهالشغلات وبنضحك عليها يعني. بعد بيومين بصير نكتم اغبانا كيف كنا احنا بنزعل. بنقرا فاميلي فليفرز والافكار كثير، كنا حابين المجله، حسينا قد ايه حلوه، فهيك فكرنا انه خلينا طيب نبعثها بنحكي لهم. بديت قبل 3 سنين، بالاول كنت اشارك بس في المجله، فبعدين انه استمتعت كثير في الموضوع، فقررت انه اسال ركات علي وفاميلي فليفرز لو بصير انه انا اكتبهم، فوافقوا. زي اي اكسبات بيجي بلد جديده، رحت البوك ستور ولميت المجلات علشان اشوف الاردن فيها ايه ليا ولاولادي، ولفت انتباهي فاميلي فليفرز، اسلوب كتابتها، المواضيع اللي بتغطيها، وحبيت ان انا اكون ضمن الفريق اللي بيكتب فيها. نحكي عن الصحه الانجابيه اهم شيء، لانه بدها توعيه كثير. يعني في كثير شغلات الناس تكون فهمتها غلط، او حتى الامهات تحكي لبناتها او التيتا بتحكي لحفيدتها معلومات شوي قديمة وبيجوا مفكرين اشي وبيطلع الحقيقة الطب الحديث تغير كتير. انا بكتب بمجلة نكاتة عائلية وفاميلي فليفرز بقسم الموسيقى، بكتب مقالات عن التوعية الموسيقية خصوصا بمجال التربية الموسيقية. And it's to make people aware that animals are important in our lives, and that they should be looked after. And even if people can't actually love an animal, they should respect it. لما يجي وقت الانترفيو المقابلة بنسأل كلنا بعض، بعدين أنا بمسك المسجل وبكتبه على الكمبيوتر. أنا فعلاً حبيت كثير الفكرة إني أبلش أكتب بالفاميلي فليفرز ونكهات عائلية، خصوصا بموضوع الروحانيات، لانه خلفيتي نوعا ما عندي دراسه لاهوتيه، بعدين المجال اللي بخدم فيه بالكنيسه، وبعدين بشتغل بالمجتمع بمجالات لها علاقه بمشاكل الناس اليوميه. ناخذ وجهه الاسلام، وجهه نظر الاسلام، نحاول في هالكتابه هاي انه نغطي موضوع كثير مهم، زاويه كثير مهمه بحياه الانسان بشكل عام، اللي هي زاويه التربيه، التعامل مع اطفالنا ومع ابنائنا بس من زاوية دينية. All my life I've always been working all the time and never really had time to sit and write about it. Now I'm slowed down a bit. I'm supposed to be retired, as you see. وبنفس الوقت أنا أب وعندي 4 أولاد، منهم تينيجرز منهم صغار، فبدون شك إنه أكثر واحد أنا بكون بواجه تحديات في التعامل معه من الداخل. عادة اللي ببنينا وبسقلنا هي التحديات اللي نواجهها من الدائرة الضيقة في حياتنا وفي علاقاتنا. بدون شك الهدف من الصفحة اللي بنكتبها واللي بكتبها أنا هو إنه نستخدم البعد الروحي والبعد الديني حتى يعزز سلوكيات إيجابية إحنا بنحب نشوفها بحياتنا وبحياة أولادنا. وكمان في توعية للرجال مش بس للستات، للزواج أو الرجال عند عدة شغلات لها علاقة بالصحة الإنجابية. لما نكتب إحنا يعني بيقدر الزلمة يقرأ وجهة نظر واحدة غير مرته. ما بنكتبش مقالات إنه شوفنا أحلاهم مع بعض، شوفنا بظهرهم. معظم مقالاتنا هي مشاكل أو مناقرات أو سوء تفاهم، إنه مش والله شوف هالزواج السعيد الكامل. كل المقالات اللي نكتبها عن أحداث حقيقية وناس حقيقية، ممكن أي حدا يعني بالمجتمع العربي يتعلم منها ويستفيد من وراها، وهاي أحلى أشياء من اللي نكتبها. فلما تطلع الفكرة التوجيهية نحو التعامل مع الأطفال مع الأبناء بشكل عام من وجهة نظر الدين، بتوقع أنه قبولها وتصديقها والاقتناع فيها بكون أكثر من أن نفصل فكرة التوجيه التربوي عن الرأي الدين، فبكون أدعى لأنه نسمعها. سوينا البحث على كيف نوصل للمدارس والأهالي، وواحدة من الطرق اللي لقيناها لي كانت خلال مجلة Family Flavors نكهات العائلية. جربنا نلاقي طريقة جديدة، فالطريقة الأحسن وسيلة لقيناها إنه نطلع في أفكار جديدة. اجتمعنا مع نكهات عائلية و Family Flavors مشان أعطيناهم الأفكار إنه هيك عنا الأبجكتف تبعنا، وهم يساعدونا نطلع في الأفكار زي البست سمايل كومبيتيشن. حبينا نساهم مع Family Flavors ونكهات عائلية اللي هي بتعطي للفاميليز إشي يقرأوا عنه.
يشتروا مجلة مشان بدهم يفهموا أو يدرسوا موضوع مشان يتبعوه في بيتهم.